الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. اتهم خبراء اقتصاديون الأحزاب والسياسيين بالعمل على تغييب الصناعات والسلع في العراق، مؤكدين وجود شبهات فساد بشأن انتفاع الجهات المتنفذة عبر تعطيل القطاع الصناعي عبر فرض سيطرتهم على توريد بعض السلع داخل العراق. ونقلت وسائل الإعلام عن الخبراء قولهم إن مساهمة القطاع الصناعي اليوم منخفضة وقد تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي قياساً لما كانت عليه الصناعة العراقية قبل عام 2003 ووجود الآلاف من الورش والمعامل. وبين الخبراء وجود عدة أسباب تعرقل تطور الصناعة العراقية وتقع أغلبها ضمن مسؤوليات صانعي القرار السياسي في تهيئة الظروف الاستثمارية وتهيئة التشريعات والأمور الأخرى. أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط حالات تجاوز على عقارات مملوكة للدولة في محافظة نينوى. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن مديرية تحقيق نينوى نفذت عمليتي ضبط منفصلتين بناء على مذكرات قضائية نتج عنها ضبط 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليار دينار. هذا ويتهم سكان محافظة نينوى ميليشيات متنفذة بالسيطرة على أملاك تابعة للدولة وأخرى تابعة للوقف السني وأملاك المواطنين وسط صمت الجهات الحكومية وتواطئها. أكد خبراء اقتصاديون أن 20,000 أسرة عراقية تنخرط تحت خط الفقر شهرياً بسبب السياسات الحكومية الخاطئة في إدارة الدولة. وأوضح الخبراء أن الحكومات المتعاقبة ارتكبت أخطاء متعددة في الملف الاقتصادي، خاصة الاستمرار في بقاء سعر صرف الدينار أمام الدولار مع وفرة المال الكبيرة، مضيفين أن أعداداً ممن قدموا للحصول على رواتب في الرعاية الاجتماعية مرعب جداً يرافقه ارتفاع لافت في معدلات الفقر. قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إن الاحتياطي النقدي تضاءل في لبنان بعد الأزمة الاقتصادية حتى وصل إلى نحو 11 مليار دولار. وأكد سلام أن قانون السرية المصرفية الذي طلب صندوق النقد إلغائه ضمن شروط لدعم لبنان هو موضوع دقيق جدا بالنسبة للبنان، موضحا أنه كان من الركائز أو العمود الفقري للنظام المصرفي اللبناني. وكشف أن طلب صندوق النقد في ذلك كان يتركز خصوصا على موظفي القطاع العام بما يشمل السياسيين، وأشار في هذا الخصوص إلى أن اللوم الكبير قد ألقي في 20 عاما الماضية من نواحي الفساد والهدر على السياسيين وموظفي القطاع العام. تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق بعد ارتفاعها لفترة وجيزة حوالي دولار للبرميل، إذ وازنت السوق بين مخاوف تباطؤ الطلب جراء تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والضبابية المحيطة بالإمدادات. هذا وهبطت العقود الأجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 110 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 104 دولارات للبرميل. وانخفضت الأسعار نحو 1.5% في الجلسة السابقة. وقالت مصادر إن أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها بما في ذلك روسيا ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط في آب على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط. وهذه انتقالة سريعة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختاما إلى اللقاء.